أغادير المغرب. تعد أغادير واحدة من أجمل مدن المغرب وأكبرها، فهي تتمتع بطبيعة ساحلية ومناخ لطيف أغلب شهور السنة. أغادير هي الوجهة الأمثل لقاصدي السياحة في المغرب لما توفره من رياضات متنوعة كالغولف والفروسية والتنس. تتمتع مدينة أغادير أجمل مدن المغرب بانتشار الفنادق والمنتجعات الراقية التي تعكس الحضارة المغربية. تنفرد أغادير بمعالم مميزة مثل قصبة أغادير أوف فيلا التي تتربع على قمة الجبل وحديقة أولها وغيرها الكثير. في هذا الفيديو سنتعرف على أجمل 6 وجهات سياحية في أغادير. ثانياً، معلومات مهمة عن أغادير مثل المطاعم، الفنادق، الطقس وغيرها. ثالثاً، نصائح مهمة للسفر إلى أغادير. 1. حديقة أولهاو. تعتبر حديقة أولهاو من أجمل الأماكن السياحية في أغادير، وتسمى أيضاً حديقة العشاق. تتمتع الحديقة بأجواء رومانسية متميزة تتمثل في زقزقة العصافير وأصوات المياه من النافورات الاصطناعية. الحديقة من أفضل أماكن السياحة في المغرب، فهي تستقبل الكثير من الزوار لقضاء الأوقات الممتعة ومشاهدة الطبيعة الخلابة. تتميز حديقة أولهاو أيضاً بأنها تقدم معلومات عن الطيور وخصائصها وهجرتها وطرق حياتها. 2. شاطئ أغادير. من أهم الأماكن السياحية في أغادير المغرب هو شاطئ أغادير، ويتميز هذا الشاطئ برماله الذهبية. يمتد الشاطئ على مساحة واسعة تزيد على 30 كيلومتر. يوجد عليه مقاهي ومطاعم متميزة توفر أجواء ممتعة ومسلية. يمكنك الإقامة بشاليهات أغادير الرائعة المطلة على الساحل والاستمتاع بنزهة ساحلية لا مثيل لها. عند عمل سياحة في المغرب ننصحك بزيارة شاطئ أغادير للاستمتاع بالمياه الفيروزية والرمال الناعمة التي يتميز بها الشاطئ. 3. تغازوت. سمي شاطئ تغازوت باسم قرية تغازوت المحاذية للشاطئ المطل على المحيط الأطلسي، ليكشف سحر وجمال المحيط الأزرق الشاسع. وهناك الكثير من فنادق أغادير المميزة تطل على هذا الشاطئ الساحر، وننصحكم بالإقامة فيها. يجذب الشاطئ الكثير من الباحثين عن الجمال والمتعة، حيث يمكنك ممارسة رياضة ركوب الأمواج. لا تفوت زيارة الشاطئ عند السياحة في المغرب، فهو وجهة ستندم إذا فوتها. عبر قناتنا ستجدون قائمة فيديوهات المغرب، بها فيديو عن السياحة في المغرب وفيديو عن مراقش، وقريبا سننشر المزيد، والروابط ستجدونها في الوصف أسفل الفيديو. 4. قلعة أغادير. استمرت قلعة أغادير فيلا صامدة عندما حدث زلزال في مدينة أغادير، ولم تتأثر هذه القلعة بهذا الزلزال، حيث ظلت أسوارها شامخة وأصبحت معلما تاريخيا تراثيا ومعماريا. تقع القلعة في شمال أغادير، وأنشئت على يد السلطان محمد الشيخ السعدي لصد هجمات البرتغاليين وللدفاع عن المدينة. 5. مارينا أغادير. من الأمور التي ساعدت على ازدهار السياحة الشاطئية في أغادير هو وجود المارينا التي أنشئت لتنطلق منها رحلات اليخوت والقوارب البحرية السريعة. التجول في المارينا من أجمل الأنشطة التي يمكن ممارستها في أغادير. من المارينا تنطلق الكثير من الرحلات البحرية التي تبحر في مياه البحر الكريستالية، وهي من الأنشطة التي ننصح بعملها عند السياحة في مدينة أغادير. شارك الفيديو مع من ستذهب إلى أغادير معه. 6. كورنيش أغادير. تملك مدينة أغادير واحداً من أجمل الإطلالات على البحر. كورنيش أغادير باهر الجمال ويقصده السياح والسكان المحليين. التنزه والمشي على الكورنيش من الأنشطة التي يجب ممارستها عند السفر إلى أغادير. التنزه في شوارع المغرب من أجمل الأنشطة، وخصوصاً في كورنيش أغادير، حيث ستتعرف على الثقافة المغربية عن قرب. ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك.
معلومات عن أغادير المغرب. ما هو طقس أغادير؟ طقس المغرب بشكل عام رائع، حيث الشتاء بارد قليلا وصيف متوسط الحرارة. ما هو أفضل شهر للذهاب إلى أغادير؟ من مايو إلى سبتمبر، وهو أفضل وقت لزيارة منتجعات أغادير، حيث يسود مناخ البحر الأبيض المتوسط مع صيف حار وجاف وشتاء ممطر معتدل. كم يوم يكفي لعمل سياحة في أغادير المغرب؟ يكفيك 3 أيام في أغادير لتزور كل الأماكن وتستكشف المدينة بشكل كامل. ما هي أسعار فنادق أغادير؟ تبدأ أسعار فنادق النجمة الواحدة من $19، أما فنادق أغادير الثلاثة نجوم تبدأ أسعارها من $35. أما الفنادق الخمس نجوم في أغادير تبدأ أسعار الليلة الواحدة بها من $85. عبر موقعنا ستجدون تفاصيل أكثر عن الفنادق، المطاعم، وكل المعلومات التي تهم المسافرين إلى أغادير. ما هي أفضل مطاعم أغادير؟ مطعم سناك شيش كباب، مطعم ضافي الحلال، مطعم القلعة، مطعم فاين برجر. كم تكلفة السياحة في أغادير لمدة أسبوع؟ يجب أن تخطط لإنفاق حوالي 500 درهم مغربي، أي تقريباً $45 يومياً في إجازتك في أغادير، وهو متوسط التكاليف اليومية بناءً على نفقات الزوار الآخرين. وفقاً للإحصاءات، فإن متوسط إنفاق السياح في أغادير 104 دراهم مغربية، أي $9.50، على وجبات ليوم واحد و34 درهماً، أي $3 على المواصلات. هناك عدد من النصائح ستساعدك قبل السفر إلى أغادير. 1- الازدحام يكون كبيراً جداً في فصل الصيف، فإذا كنت تنوي السفر في الصيف فحاول الحجز قبل السفر حتى تضمن توفر الغرف، ففصل الصيف في أغادير هو موسم مناسب للسياحة للمغاربة وللسياح لاعتدال الطقس في أغادير. 2- لا تدفع أي فاتورة إلا بعد أن تقوم بمراجعتها، لأنه من الممكن أن يحدث تلاعب بالأسعار. 3- عند ذهابك للشاطئ اذهب بملابس خفيفة ولا تأخذ معك الكثير من النقود ولا أي مقتنيات ثمينة. 4- لا تعتمد على مياه الصنبور في أغادير المغرب، فهي غير آمنة، وبالتالي من الأفضل أن تعتمد على المياه المعبأة خلال فترة إقامتك في أغادير المغرب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.